الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله 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 هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. من خلق هذا الجمال؟ من؟ هل من خالق غير الله؟ وجاوبوني كتجي على ما السفة منه. هل من خالق غير الله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانك سبحانك يا من تسمع كلامنا سبحانك يا من ترى مكاننا سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك أعيدها وأكررها فتبارك الله أحسن الخالقين. أهلا وسهلا بمشاهدين الكرام، أحييكم على هذا الصباح بتحية مباركة عطرة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوت الحباب، كنحييكم أينما كنتم، فين ما كنتوا، في مشارق الأرض أو مغاربها، كنحييكم هذه المدينة العظيمة المباركة يعني اللي هجرها الإعلام. هذه المدينة خوتي سميتها الجبهة. شوف تبارك الله لا روعة. شوفوا أخوتي، وكنعتذر لكم أخوتي، كنت عامل لكم اللايف هانت وأسفاه، ها هو الرسو ما كاينش، الكونيكسيون مشات. كنت عامل لكم اللايف أخوتي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، كان اللايف مشحر، كان اللايف منور، ولكن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يا ربنا الله يا ربنا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم الإخوان، هذه مدينة مباركة السمية ديالها الجبهة، يعني كثير خوتنا يعني مغاربة كيعيشوا معنا في هذا البلاد السعيد، إما يكونوا داخل أرض الوطن ولا خارجه، يعني يكونوا ما عارفينش هذه المدينة، ماشي بعيد. نعم راه بلادنا راه فيها ما يتشاف فيها ما يدار. ونطلب الله تعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأراضين، نسألك باسمك الأعظم أن ترد المسلمين إلى دينك مردا جميلا يا ربي يا ربي، وتهدي ولاد بوانا آدم، تهديهم كاملين جميعا يا الله يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم إني أصبحت أشهدك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه اللهم صل عليه في الأولين، اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا،
فأنت خلقت كل شيء بكلمة، وأنت قلت إذا أردت أن تقول لشيء كن فيكون. فتبارك الله أحسن الخالقين. يا من يا من خلق هذا البحر، بحر بحر بحر، يا سلام. كما جاء في الآية المباركة الميمونة اللي يقول فيها رب العالمين، يعني على بحر. الله 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 أكبر الله أكبر. اللهم يا معلم آدم فعلمنا، ويا مفهم سليمان ففهمنا. اللهم علمنا، اللهم علمنا من القرآن ما نسينا. اللهم علمنا يا الله، فإنك قلت وقولك الحق، وعلمك ما لم تكن تعلم. سبحان الرحمن الذي علم البيان، سبحان الرحمن الذي علم البيان. سبحانك سبحانك، وجدتنا من عدم. نعم، ما كناش، ما كانش عندنا الأصل. وربي قالها، ربي قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يا أيها الإنسان، يا من تبارز الله سبحانه وتعالى بالذنوب وبالمعاصي وبإفشاء المنكرات والفساد في البلاد والعباد، فنعود بالله منك إلى ما تبتيش إلى الله. الله الله، الكلام يا أحباب، الكلام يطيش واللسان يتلجم، الكلام يطيش. الله الله، كاين آيات كثيرة كتكلم على البحر حتى ما ننساش. كيقول رب العالمين في مثل قوله، حتى نجيب الآية يعني على البحر، كيقول رب العالمين. الله 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 يجيبها. ومن بين الأحاديث نمشيو للأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يعني يا أيها الإنسان، يا أخي المصلي، كتصلي يا صاحبي مزيان هنيئا لك، من تنتهي من الصلاة ما تنساش تقول سبحان الله 33 مرة، وتقول الحمد لله 33 مرة، وتقول الله أكبر 33 مرة، 33 و 33 و 33 شحال هي؟ هي 99. وكنزيدوها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شنو عندك الشريف؟ شنو الوسام اللي كتحصل عليه؟ هذا وسام من ربي العالمين. اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخي ديالي، ربي العالمين كيغفر لك الذنوب ديالك وان كانت مثل زبد البحر. سهله مهله وسهله. الله الله الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. كيعرف كيعرف كيعرف، يرى كل شيء، يرى الماء في الماء، يرى الظلام في الظلام. سبحانه وتعالى من قدرته ومن حكمته يرى. يا أخي المشاهد، ربك سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء. اسمعوا يا أحباب ووعوا هذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى هذا القاهر، هذا الجبار المتكبر، يرى النملة السوداء فوق الصخرة الصماء والغريب في الأمر في ليلة ظلماء. نوضح للمشاهد ديالنا، ربي سبحانه خي ديالي كيشوف هذيك النملة الكحلة، وفي الليلة الكحلة، وفوق الحجرة الكحلة. كلام واضح. يسمعها ويراها ويسمع دبيبها ويعرف حالها. كيعرفها كيعرفها مالها كيعرفها. يسمع أنين الأنين الأنين، يسمع أنين الضعفاء سبحانه وتعالى. ولهذا يا أحباب، نتوبوا إلى الله ونتوبوا ونرجعوا رب العالمين. الله 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 يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.
يا ربي العالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي. واحد الآية كريمة مباركة ونقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم عليم خبير سبحانه وتعالى سبحانه الله أكبر. اسمعوا يا أحباب الآية جابها ربي الآية جابها ربي. اسمع يا أخي المسلم اسمع هذه الآية. ربك يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يا سلام الكلام واضح ربي الكلام شارح نفسه بنفسه الكلام واضح يا أخي المشاهد. ولهذا ففروا إلى الله وحتما عليك هترجع عند ربي العالمين ومن هترجع عند ربي العالمين ربي هيحكم فذلك المحكمة الإلهية الحق هيقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل يا أخي عن الصغير والكبير كيف ما قال ربي في يعني الشرح الآية فيما معناها يعني ولو كانت من قطمير. يا الله يا الله يا الله. القطمير هو ذاك الغشاء اللي يكون ملف يكون يعني ملولب على هذاك العظمة ديال التمر القطمير. ربي قال في آية أخرى: وكفى بنا حاسبين. نعم نعم يا أحباب فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذا إخواني الكرام معكم محبكم وحبيبكم عمر أبو حفصة وزينب بن حيلك يحييكم ويقول لكم: التبات 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 على اتباع الحق على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وسهلة صاحبي اعمل هذه افعل لا تفعل. ربي العالمين قالنا: يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان يا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثبات على هذا الدين. ربي قالنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي قالنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. ربي قالنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إوا صافي يا هذه الرجلة ديالك إوا هتموت والمشكلة مخورها الموت كيف ما كيقول بو الله رحمه الأب ديالي كان كيقول هذه المقولة مخورها الموت. وسيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء عند سيدنا رسول الله وقال له: يا محمد يعني اعمل يعني افعل ما شئت فإنك اعمل ما شئت يعني قال الله سبحانه وتعالى يسولك عليه اعمل ما شئت عيش ما عفوا قال نبينا سيدنا جبريل قال النبي دينا صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وإنك ميت وإنك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إخواني
تقبلوا مني يعني فاني اتكلم بدون ورقه الخشب ولا كيف ما كيقولوا بلغه الخشب. تقبلوا مني هذه الكلمات، كنتكلم على فطره، على فطره، على فطره، على فطره، ونسال الله تعالى يفقهنا. ربي سبحانه وتعالى قال نعم، حيت الخطاب هنا موجه سيدنا رسول الله. الله قال انك، الكاف يعود على سيدنا وحبيبنا رسول الله، انك ميت وانهم ميتون، هكذا الايه. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. وكتجي سبحان الله العظيم واحد الايه زوينه، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء. ها الصدق، ها الصدق، ها الصدق، هذا صدق هذا. ها انت كيقول لك، كيقول لك استغفر الله، هذه الطبيعه يا كان مسخوط الوالدين، يا كان مسخوط ربي، هذه طبيعه يا مسخوط الوالدين. من خلق هذا الجبل؟ من وضع هذه الجبال؟ شوف شوف ارساها ربي، قال في واحد الايه والجبال ارساها. يا الله، هذه ليست يعني ضحكه ديال الاستهزاء ولا سخريه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هكذا انا مخلوق، هيدا انا مصنوع، هيدا انا تلقائي، هكذا يعرفوننا الحمد لله الاصدقاء. والجبال، يا جبال، يا الله، يا الله، مرحبا 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 مرحبا. يلا اخوتي وحبابي بلا ما نطول عليكم، كنحييكم ونسال الله تعالى يستعملنا لخدمه دينه، حيت احنا كنا يسولنا ربي شنو قدمنا للدين. ربي يسولك شنو قدمتي لهذا الدين؟ ضحكتي على المسلمين؟ ها فسدتي المسلمين؟ حتى هذا الشيء تحصل هو عندك، اذا كانوا فيك هذا الشيء هذا خصك تسالي وبارك اصاحبي، وعندك راك تخلي البصمه ديالك، وخصك تخلي البصمه ديالك فيها الخير وفيها الصلاح، باش تبقى الصحيفه ديالك من بعد، من بعد موتك تبقى مفتوحه، تبقى يعني كتدخل الحسنات كبحال يعني فتحتي شي حساب وكيدخل لك مع راسك. ها دخل اسيدي، اللهم بارك. كنحيي الحبيب ديالي الغزال الغالي السي المختار، الاسره الشريفه ديالو من الالف حتى الياء. سير الله يحفظك السي المختار، هنيئا لنا بك والله العظيم. وحنا كنسعدو ملي كنلقاو يعني ولاد الشعب يعني كرماء يعني كيتهلاو في الناس يعني البسطاء، هنيئا لك. الله يحفظك، الله يحفظك، سير الله يحفظك والله يوفقك لكل خير، والله يحفظك، والله يحفظك من كل البلاء، الله يحفظك الغزال، والله يزكي لك في العمر، انت في مصلحه الضعفاء، هنيئا لك، الله يحفظك. شكرا شكرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في شي فيديو ان شاء الله مقبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دابا واحد خور، دابا واحد خور غنعملو.